النهاردة ضيفي وضيفكم القيمة والقامة العلمية الكبيرة اللي جبناه بناء على رغبة جميع المشاهدين. معانا النهاردة دكتور محمد الرفاعي، دكتوراه التأهيل والعلاج الطبيعي، طبعا بناء عن رغبة كل إنسان شافنا قبل كده وارتاح واتطمن عن علاجات الغضروف وعن مسيرة دكتور محمد في موضوع الغضروف. في بداية حلقتي أنا هرحب بضيفي دكتور محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، نورتنا دكتور وشرفتنا في البرنامج. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك في عمرك. طبعا زي ما بدات وقلت ان في بدايه حلقتي ان بناء على رغبه الناس كلها اللي شافونا قبل كده وسمعونا هم عايزوا يتكلموا مع دكتور محمد تاني. ربنا يشفي الاول كل مريض. الاول احنا يعني بنشكر حضرتك ان انت لبيت لنا الرغبه الجميله دي. الله يبارك فيك. دكتور محمد، انا دلوقتي جاني حاجه غريبه جدا عايزه اتكلم فيها طبعا من السادة المشاهدين كلهم. بيكلموني عايزين دكتور محمد يكلمنا عن انتشار الغضروف. الغضروف انتشر بطريقة غريبة قوي. وانتشر ايه؟ انتشر بين الصغار والكبار السن والسيدات والأولاد، حاجة غريبة. فده اللي عايزة دكتور محمد يكلمني فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ظاهرة الغضروف بقت ظاهرة عايزة وقفة كتير جدا عليها. ظاهرة عايزة حل جذري، لان دلوقتي لو احنا حطيناها بالنسبه المئويه احنا عندنا اكتر من 77% من المجتمع مصاب بالام العمود الفقري او مصاب بالام الظهر. يعني النسبه عاليه. يعني 77، انا بتكلمي حضرتك في 77% نسبه كبيره قوي. طبعا. و 23% ايه ما كانوا عنهم من حاجه ثانيه. تمام. فظاهره الغضروف عشان نتكلم فيها لا، الغضروف ده قصه طويله ولابد يبقى فيه وقفه ليه. لان احنا دلوقتي بنخش في مراحل علاجات متطوره والدنيا بتتحرك والغضروف طال الكبير وطال الصغير. المفروض احنا نقف عند النقطه دي ونتكلم فيها ببحث علمي جيد عشان نوصل للمشكله دي او الظاهره دي يكون لها حل بطريقه بسيطه وطريقه مخفضه على المجتمع نفسه. طب دكتور محمد، في تصنيفات جديده، تصنيفات جديده في عالم الغضروف. بمعنى ايه؟ يعني في، احنا قلنا قبل كده او الدارج او الناس كلها عارفاه ان في انواع غضروف، النوع قطني، نوع مش عارفه ايه الكلام ده. لا، في حاجات جديده، بس الجديد ده مش انا اللي هتكلم فيه. اسمع لحضرتك. هقول لحضرتك على حاجه. هو الغضروف نفسه بطبعه المفروض بينقسم لقسمين. اما غضروف منتفخ او غضروف انفتق القرص الغضروفي، عشان نحدد كل حاجه في مكانها. لا، نوضح بقى بلغه عاميه شويه دكتور. معلش بلاش العلم قوي قوي ده. هنتكلم مثلا من خاطب جميع الفئات احنا على فكره. تمام. احنا خدعين الناس كلها عشان نفهم واحده بواحده. الغضروف، الغضروف المنتفخ ده ظاهرته حوالي برضه هنقول فيها 80% من اصابات الغضروف. منتفخ بمعنى نقول لو احنا عند نسبه الغضروف 100% من 77 حطيناهم في وسط ال 100%. تمام. هنقول منه 80% منتفخ. يعني ممكن يجي بحركات التأهيل او بالوضع التأهيلي، يعني القرص الغضروفي نفسه اتحرك كله مع بعض. يعني الغضروف نتيجة الضغط، لو احنا حتى لقينا على الشاشة نفسها الغضروف نفسه بيحيطه حوالي 7 طبقات. سبحان الخالق، الله عز وجل لما خلق الإنسان جعل في خلقه حكمة. طبعا. يعني لو انت حضرتك بصيتي للغضروف هتلاقي ان الغضروف بيحيطه لحاق طري نخوة كمان. زي المخ بالظبط، هتلاقي المخ بيحيطه 3 طبقات اللي هو الام الحانيه، الام العنكبوتيه، الام الجافيه. عشان تحافظ على المخ. لو انا جينا للغضروف هتلاقي اول طبقه فيه ام حانيه برضو، ثاني طبقه فيه بتزداد شده، ثاني طبقه بتزداد حده، ثالث طبقه فيه لحد لما يوصل للقرص الغضروفي نفسه، يعني يوصل للحاق الغضروفي نفسه اللي هو بيتحرك. لو عدينا الطبقات ده هي، لو احنا مثلا لقيناها على الشاشه كده نعدها والعط قربنا عليها شويه كمان هنعدها حوالي 7 طبقات. في الغضروف، الغضروف المنتفخ لو خدت الفقره صوره الميل نفسه والضغط بميل معين او بصوره معينه بيطلع من اتجاه معين. فبياخد الجزء كله مع بعضه، يعني الغضروف كله بيطلع مع بعضه يطول العصب. ده باقل الحركات التاهيليه ان انا ابدا اشد العمود نفسه او شد الفقرات نفسها. مع طريقه بنى الفقره نفسه. طب اسفل المقطع يا دكتور، في مداخله بس عايزين ناخدها كده. اتفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم.
اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل حضرتك اتفضل. مين معانا الاول؟ لو سمحت نتعرف بحضرتك بس الاول. مين حضرتك؟ محمد ابو غفار. منين حضرتك؟ من بحيرة. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا اتفضل. انا عملت اشعه على البطن عشان الامعاء والقولون. تمام. اشعه بالسبغه. الحمد لله يعني القولون ايه هو شويه التهابات بساط لكن جايبه عندي انزلات القطنيه. تمام تمام. بينزل على رجلي الشمال. بص يا استاذ محمد. اتفضل. الغضروف منه مناطق. يعني في المنطقه العنقيه تخرج لي عصب شكل. المنطقه الصدريه تخرج لي عصب شكل. المنطقه القطنيه هتخرج لي عصب شكل. المنطقه القطنيه تنزل للرجل، ملاش دعوه بالقولون والمنطقه دي او الالم بتاعها ما يحدش هنا. لكن المنطقه الصدريه مع العجوزيه ايا كانت دي او دي ممكن تديني الم في البطن، تديني كرشه نفس، تديني سكه في صدر الشمال عاليه جدا، توديني لدرجه الاغماء. شوف انا بقول لك لحد فين، توديني لدرجه الاغماء. فاحنا مش هنستوصف فيها النقطه دي او نشرحها، لكن ده لها وضع تاني. ولكن لو هو الغضروف نزل في رجلك لا ليه موضوع تاني، والموضوع سهل ما تقلقش عليه يعني. اتفضل. شكرا استاذ محمد، شكرا للتواصل. اتفضل يا دكتور. فاحنا نكمل الموضوع بتاعنا. الغضروف بقى، الغضروف المنتفخ بيتحرك كله كحركه كامله. فيقوم يلف مع نفسه، يبدا يفتق او هيجي بقى الغضروف المنفتح. طب لو ما فتقش يبقى حركته سهله وتبقى. طب النسبه كام فيها؟ بيقول فيها 80% من النسبه دي. لو جينا قسمنا بقى ال 20 بقى التانيين. تمام. اسفل المقاطعه دكتور، حضرتك بتقول الغضروف المنفتق جايه من كلمه فتاق زي الفتق العادي ولا ده من شكله العام ولا ايه بالظبط؟ هي جايه من، انا عايزه كل حاجه بتوضيح. من فتق الليجامنت نفسه. الليجامنت نفسه بيعمل فتق فيه فيطلع الماده الجيلاتينيه تبدا تطلع لي من نفس المكان. معلش دكتور، معانا مداخله من دمياط. اهلا وسهلا. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك في عمرك. كل سنه وانت طيب. بالصحه والسلامه. اتفضلي يا حاج. تحت امرك اتفضلي. بقول لك يعني فجاه واحده كانت جت في المطبخ وجت لقيت رجلي طابونة رجلي دي وجع مشاران، بقيت ازعق كده من الرب. من الرب نفسها يا حاج؟ لا في الرب نفسها. انا ابعد بعيد عشان في مفصل الرب نفسه. في مفصل الرب نفسه. ايوه تمام. ما اعرفش يعني دي من الدوالي عشان رجليها فيها دوالي كده. لا الدوالي مالهاش علاقه بالالم يا حاج. الدوالي مالهاش علاقه بالالم. الدوالي انا بقول لك مره، الدوالي مالهاش علاقه بالالم. جت حقنه اللي هي الحمراء فيتامين بي 12. تمام. فيتامين بي 12. تمام تمام. وبعدين انا خدت منها يعني وجع عيده شويه ورجعت وجعتني تاني، ما عرفتش يا دكتور. لا ربنا يبارك لنا في عمرك. الله يبارك فيك. الله ربنا يبارك لك في عمرك. اولا عشان بس الحاج، عشان نرجع للموضوع بتاعنا سريع. 80% او 70% من اصابات مفصل الربة تنتج عن الام القطنيه، عن الام الظهر. هو المشكله بتبدا في الظهر الاول، او الظاهره تبدا في الظهر الاول، ويبدا يعمل ريبريشن عندي، يعمل تعويض في رجله في المفصل، يا اما يفتح القدم يا اما يقفل القدم، بياكل غضروف الربة. لما يجي يعود الحركه نفسها تاني يبدا هنا يحس بالالم في مفصل الربة. لو العلاج عشان نتكلم عليه صح لازم نبدا الاول بالغضروف عشان نرفع درجه الالم. لو مفصل الربة فيه حاجة أو فيه تآكل في كريستالة الغضروف بتاعة الربة نعمل ده سهل. تمام. لكن نتكلم نرجع بقى للغضروف بقى المنفتق. هو بيفتق الرباط زي ما في الصورة كده. تمام. بيفتق الرباط ويخرج منه، يخرج منه المادة الجيلاتينية. تمام. هنا بنتكلم بقى على أي قصة غضروف منفتق. لو احنا لقيناهم حلهم 20%. طب يخضعوا لو واحد من كل 400 واحد على ما يخضع للجراحة، على ما كلمة نخش عليه جراحة. لأن هو لو عمل مشكلة لا يبقى يعمل مشكلة لحالة المريض نفسه. يعني الفتق ما بيجيش بالمعنى أو اللفظ التعبيري اللي اتصلنا بيه واحدة قبل كده وقالت لك يا دكتور أنا والدتي الفتق كان هينفجر عندها، هم بيسموه كده انفجار. الانفجار عايزين يطمن الناس بس من النقطة الكلمة الكبيرة دي. انفجار الفتق ما يجيش إلا عن نتيجة رفع درجة الحمل في الضغط على النواة اللبية بتاعة الغضروف. يعني الغضروف أنا دايما أقولها الغضروف مظلوق.
بلاش نظلم الغضروف. الغضروف راجل مظلوم وتمام 24 قط، واحنا عايزين نسمع الغضروف. المشكله عندي في التحرك الفقاري، يعني الفقر في التبلو عندي. الفقره اتحركت بطريقه الميل. ايوه، ما انا لو انا جبت صوره الاكس راي عندي وشفت الفقره، هلاقي الفقره هي اللي سبب في خروج الغضروف. يعني الفقره سبب تحمل عليها طبعا. لا، قوه التحمل بطريقه الميل هتبدا تخرج لي الايه الغضروف من مكانه. او تحرك لي الغضروف من مكانه. الغضروف ده ليه مكان بيبات فيه، يعني ليه في الفقره نفسها منيم بيبات فيه. هي نتيجه الضغط او نتيجه الحمل بطرق مختلفه، يا شمال او يمين، وهي في الغالب بتبقى 70% في اليمين عشان يديني الالم في الشمال. يخرج من الشمال او العكس. تمام. فيبدا يخرج من المنطقه دي يوصل العصب. تمام. فهو لو هو خرج بصوره الميل، يعني مثلا هو بيبدا مثلا في الاول ال 80% اللي انا بنتكلم فيهم اللي هي بطريقه الحمل. هو بياخد صوره معينه، يبدا هنا يتحرك بحاله. طب زاد الضغط، يبدا يفتق الرباط بتاعه الليجمنت بتاعه، يخرج يطول العصب. ولذلك هم زي ما بيقولوا كده 20% اللي ممكن ياخد يوصل العصب. طب إيه، طب دكتور محمد، من عنوان الحلقه بتاعتي النهارده الاخطاء الشائعه في علاج الغضروف. إيه، عندي حاجه مهمه قوي عايزه اتكلم فيها. طبعا. الاخطاء الشائعه يعني حاجتين، عايزه اتكلم في حاجتين مهمين جدا. في علاج للغضروف بيتسمى علاج شعبي. تمام. خد بال حضرتك من الكلمه دي، علاج شعبي. وفي علاج علمي. إيه، انا عايزه حضرتك تفرق لي بينهم، وعايزه الساده المشاهدين معانا دلوقتي كلهم يعرفوا يعني ايه علاج شعبي، وهل صح ولا غلط، وايه هو العلاج العلمي ده. طبعا حضرتك اللي هتكلم فيه معانا دلوقتي. والله هو قصه الغضروف نفسها بقت يعني مفتوحه لكل الناس، بدات تتحرك. بيقول انا يقول لك انا بعالج الغضروف، وده بعمل الغضروف اهله. الغضروف علاجه في الفعل زي ما قلت لحضرتك كده بينقسم الى قسمين، العلاج الشعبي والعلاج العلمي. اللي انا بقوله عليه الصوره العلميه عشان بس نحدد فيها. تمام. تاخد العلاج الشعبي منه انواع كتير. زي مثلا الحجامه. هل الحجامه، عشان بس الناس ما تقولش في الدين، لا، خلي الدين محدود عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا به، ولكن هل الحجامه تعالج الغضروف؟ لا، ما تعالجش الغضروف، عشان الناس برضو كلامي يكون واضح. هي تريح ولا تصحيش. تمام. لان هي هتسحب لي الرشح الهيلنج اللي عندي اللي زايد، لكن مش هتعدل لي الفقره. يعني لو جبت مثلا صوره الاكس راي، طبعا موجوده عند مع الجماعه صوره الاشعه، هلاقي الفقره سقطت من مكانها. تمام. انا لو بعمل الحجامه، هي نتيجه الضغط او نتيجه الاحتكاك بيعمل هيلنج فوق، رشح. تمام. الحجامه هتسحب لي الرشح، لكن مش هترجع الفقره. يعني هنقول كحاجه مسكنه، حاجه مسكنه. يعني حاجه تديني امل للي قدام شويه. تمام. لو احنا جينا برضه، ويعني لو الجماعه بس يجيبوا لنا صوره الاكس راي بس عشان نشرح عليها في النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا. يعني مثلا زي الدوس بالخشبه، يعني في فقره طبعا ساقطه شويه عندي. ده الغضروف او اطار الغضروف المنفجر او المنفتق، اللي هو فتق القرص بتاعه. تمام. الخشبه بقى دي ايه بقى؟ حته الخشبه الدوس، هقول لحضرتك على حاجه. الدوس على الظهر في حد ذاته ده خطا فادح. وانا قلتها مره، الراجل اللي هو بيدوس ايا كانت خشبه برجله بصبعه بايده باي حاجه باي وسيله كانت، لو عرف تحت منه مش هيدوس. مفيش حاجه على المطلق اسمها تفليك فقرات، مش انا هاخد الفقره رايحه جايه كده اعمل. انا عندي فقره فيها مشكله، زي الفقره على شعري دي عندي مثلا رابعه وخمسه فيها مشكله، باقي الفقرات سليمه ماليش دعوه بيها. ماجيش يمت. يعني انا مثلا لو عندي مدرس وانا قاعد في الفصل وعندي طالب ضعيف، انا ليه اخد الفصل كله ضرب؟ لا طبعا، انا كده بقى خدت الفصل كله، انا مش عارف مين السليم مين الوحش. لكن لو انا اديت للواد ده تقويه، خد الفصل هيبقى كويس مع بعض. الخشبه دي عباره عن حاجه بتتحط على الظهر، بتاخد الظهر كله، كل الفقرات 33 فقره. يا نهار ابيض، رايحين جايين. فبيبدا يعمل لي مساحات في الفقرات ويطر لي الاربطه. نتيجه اي رباط او ليجمنت عندي بيتحرك نتيجه الضغط. ولذلك لو احنا قلنا مش هيتحرك او بيعمل له استطاله، تمام، يبقى الراجل اللي بيلعب حديد او بيتمرن او الراجل اللي بيعمل سبرنت مش هيتجيله اطالات في العضلات. لا، الجسم متحرك وربنا خلقه للسعي والحركه والنشاط والرفع الكفاءه. يعني احنا كلنا بنقول لك عايزين نرفع الكفاءه، نرفع درجه الحمل كده، فبيجيبوا مدربين ناس للنقطه دي بالذات. تمام.
فلو احنا جينا نتكلم في الغضروف وتدوس عليه، لا لا تستنى، ما تدوسش على الفقر. ده من انواع برضه العلاجات الشعبيه اللي احنا قلنا عليها. ما من الاخطاء الشعبيه. لا، الاخطاء الشعبي ده كتير جدا. يعني منه بقى يقول لك انا هاخد فتله الخزام. انت بتاخد فتله ليه؟ الفقره ساقطه من مكانها، انت بتاخدها فتله ليه؟ تمام، في دوس بالخشب. لا ده ياما، انا هقول اهو في الخزام يقول لك انا هاخد فتله. انت بتاخد فتله ليه؟ يقطع العصب. انت بتقطع العصب ليه؟ انت مالك الفقره فوق. ما جتش من الفقره. تمام. انت مثلا هتعمل حجامه، هتاخد شويه للزياده اللي عندي. تمام، بس الفقره ما انعدلتش. يعني مشكلتي ما زالت قايمه. ويمكن دايما انا بضرب مثل بموضوع الحنفيه، لو بتنقط ميه. تمام، انت بتحط مثلا حاجه تحت الحنفيه، انت كل شويه بتنطر الحنفيه، بتنطر الميه، لكن ما صلحتش الحنفيه. طب ما تخش على الحنفيه وصلحها بالظبط، بدل ما تحط تحتيها حنفيه. بدل ما تحط تحتيها حنفيه. صح. لا حقيقي انت محير نفسك، يعني ما انت محير نفسك ليه؟ اعدل الفقره، خلي الفقرات قبل بعضها تاني. طب معلش دكتور، في مداخله ناخدها. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مغاده معانا. ايوه ايوه حضرتك. اهلا ممكن حضرتك. اتواصل مع الدكتور بس؟ اتفضلي حضرتك، اتفضلي. امرك معاكي. ايوه دكتور، امر الله. بقول لحضرتك دلوقتي انا بالنسبه لظهري عندي الفقرتين الاخرى دول خالص، دول الم جامد خالص، لازم اثني نفسي على قدام عشان ارتاح. طول ما انا قاعده كده يعني ابص الاقي ضغط على الفقرات اللي تحت اسفل الظهر خالص، الاقي نفسي تعبانه والم جامد. لازم عشان انام لازم اقوس نفسي عشان اقدر برضو انام. بالنسبه بقى لركبتي يا دكتور، كان اثر حاسه في الاول، الموتوسيكل دخل فيا فعمل في الركبه ميه وانا ما كنتش حاسه. فين بعد 5 6 سنين لقيت الركبه عبت ميه، وبعد كده هو الم جامد في الركبه. رحت للدكتور قال لي ده انت عندك قطع في الغضروف، وانا انصحك ما تعمليش عمليه. طيب اعمل ايه؟ قال لي انا هديكي ابره كل سنه تاخديها عشان منع الالتهاب. الابره ب3.5، وانا ست مش مقدرتش. فانا حاسه بالم بظهري والم جامد في الركبه، خايفه يعني انا بصراحه خايفه يحصل لي حاجه في الركبه، يقطعوا لي رجلي، فانا مش عارفه اعمل ايه. طب شكرا على تواصلك مغاده، ودكتور محمد معاكي هيجاوب. السؤال بتاع مغاده ده مهم جدا. اتفضل يا دكتور. مهم جدا. هي بدات بغضروف. بدات الغضروف تاخد مسكن. وده برضو خطا. بدات تعمل ريبليشن. دايما احنا برضو احنا اتكلمنا في حته الخطا الشعبي وخطا علمي. هي بدات تاخد مسكن. فالتسكين بيعمل ايه؟ بياخد اجل. الاجل هنا بيرفع درجه الاصابه. يعني هي كانت في الاول ظهر خفيف وحته موضوع سهل خالص يجي ويرجع. بدات تاخد في التسكين، بدات تعلي درجه التسكين. التسكين هنا ما عادش يفيد. بدات تعمل ايه بقى؟ تعمل ريبليشن نفسيه، تعمل تعويض. فبدات تعمل ايه؟ كفوز قدام، يعني تكفي نفسها قدام. لما بتكفي نفسها قدام الالم بيخف. بس في مشكله، هي بتقفل العصب. فهتبدا تعوض فين؟ في الرب. الحته اللي احنا قلنا 70% من اصابات الرب ينتج عن ايه؟ الام الظهر. تمام. هتبدا تعمل الم مشكله للرب. هي حاسه ان رجلها معبيه ميه، ولكن هو الالم ساقط واخد الزبون كده الرجل من فوق لتحت شد عليه. فهي بتحاول تعوض. لما بتحاول تلف فهي بتحاول تقفل العصب، بترتاح. هي بتقوص نفسها عشان بترتاح. ما هو التقوص في حد ذاته هيعمل في الفقره نفسها تعويض. بالظبط. يعني الفقره هتعمل بتقشم في الخلف وتعمل فتحات لقدام. يعني الفقره هتفتح ب 100 بصوره ال 100. ايوه ايوه. تمام؟ هيبقى عندك يفوز، هتبقى ماشي محنيه. طيب هنا في مشكله اكبر، ان لما كل ما تيجي الكيفوز بتاعها تيجي عند مرحله هتلاقي يجي لها يرجع لها الالم تاني، فتحاول تجيب كمان شويه لحد لما تمسك في ربطها بقى، يعني تمسك بايديها في ربطها. تمام؟ هيجي بقى المشكله هنا تبدا تزداد، تبدا العمود كله يفك لي التقوسات بتاعت العمود. هو العمود فيه تقوسات، التقوس الصدري والتقوس البطني. ايوه. هيبدا هو كله يبقى على حرف السي اللي هو مفتوح، ياخد الايه؟ الفتح كله. هنا دي المشكله الاكبر، عشان لابد عشان تتعالج لابد ترجع التقوسات تاني عشان يبقى كل فقره قبل تاني. تمام. عشان اللي هو التجويف الفقاري تاني ماشي وماشي فيه النخاع مظبوط. طب دكتور محمد، انا عندي سؤال مهم جدا اللي هو العلاج الطبيعي، عايزه اخد راي حضرتك فيه. اللي الناس كلها دايما او في الاغلبيه العظمى بتلجا له برضه من ضمن علاجات الغضروف، ايه راي حضرتك؟ والله هو العلاج الطبيعي
يعني لو هم اشتغلناها باجهزه العلاج الطبيعي انا هقسمه لقسمين. لاخصائي العلاج الطبيعي اللي هو طبيب دكتور العلاج الطبيعي واجهزه العلاج الطبيعي. عشان بس ما نحط كل واحد في مكانته. الراجل متعلم كويس وزي الفل. بس المشكله في الجهاز اللي هيشتغل عليه. الجهاز اللي هيشتغل عليه بياخد حركتين. يا اما هياخد تسخين اللي هو الشورت ووف اللي معاه، يا اما هياخد التنس اللي هو التردد الكهربي. الاخطرهم التنس. يعني التردد الكهربي لو احنا اشتغلناه على الغضروف مش عايز اقول خطر جدا. ليه بقى؟ لابد نوضح النقطه دي. ولذلك اي واحد يخضع للتنس للتردد الكهرباء في المناطق يقول لك انا برتاح في ساعه الجلسه، بس بعد الجلسه الالم بيتضاعف معايا. اكيد. ليه؟ لان انا عندي من خاصيه التردد الكهربي اللي احنا بنقول بقى تنشيط العضله والكلام ده مالناش دعوه، ولكن احنا لنا حاجه واحده مهمه جدا. ايه هي؟ احنا بنتكلم على الغضروف نتيجه ضغط الفقرات على بعضها بتخرج الغضروف اللي بينهم من بعض. تمام؟ تمام. لكن انا عندي ضيق في الايه؟ في بين الفقره والفقره، ده ضيق حصل ضيق. الكهرباء بقى من هنا تخصصتها ايه؟ ان هي بتعمل انقباض. فانا احط انقباض على انقباض. يبقى انا كده عليك طعم. تمام؟ هيرفع درجه الاصابه عندي، مش هيديني راحه. لكن نتيجه التردد نفسه، الخبطه نفسها، التردد نفسه بيخدر العصب. كان مديله مخدر، يقوم مرتاح قوي تمام انا زي الفل. طب في حاجه دكتور محمد معلش المقاطعه انا اسفه. انا مش بجامل ومش بقول حاجه ما حصلتش. انا من زيارتي عند حضرتك في المركز شفت حاله تكاد تكود، يعني انا نفسي منهاره بيها. الله يبارك. ودي معانا النهارده انا اللي طلبت الحاج محمد ناجي، دي المفاجاه بقى اللي انا محضراها لحضرتك وجبته من مكانه عشان فعلا اطلعه معانا على الهواء يقول ايه اللي حصل عند حضرتك. والله تسمحوا لنا يا جماعه بضيفنا الحاج ناجي بس يدخل معانا كده شويه خمس دقائق. والله هقول لك على حاجه، الله عز وجل هو الشافي، كلنا في الارض سبب من يا اسباب يا جماعه الأرض. عايزه الحاج محمد كلنا سبب من الاسباب، مفيش حد يقول انا عالي. الله عز وجل لما حكم في سوره لما اول ما بدا وقال اقرا قال في الايه؟ قال علم الانسان ما لا يعلم. ما لم يعلم طبعا. ما حدش يقول انا عالي. لا لا تمام أكيد. مهما كان عايزين نسمع منه هو بقى دكتور. ما انا بقول لك مهما كان عايزين نشوف ايه اللي حصل له، ولكن اما يقول انا اعلم فقد جاهل. ولكن احنا كلنا اسباب، العلم واسع وبحر واسع ومحتاجين بحوث اكبر من كده على النقطه دي. فطبعا هو الحاج ناجي ان شاء الله يا ريت احنا انا بنطلبه من ساعتها دقيقه واحده معانا بس يتكلم يشوف ايه اللي كان عنده وايه اللي وصل له، بس مش عايزه منه اكتر من كده. تمام اتفضل. لكن انا كنت عايز اكلم بس في حته. طيب هنطلع فاصل دلوقتي اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حديثنا مع ضيفنا اللي احنا جايبينه النهارده بخصوص نكمل بيه الحلقه او نتكلم معاه اللي هو الحاج محمد ناجي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور عزيز. ايه اهلا بيك. ايه باختصار كده شديد قوي، احنا مش بنجامل، احنا طالعين نقول حق ربنا. ايه اللي حصل مع حضرتك او كنت شكوتك ايه ورحت لدكتور محمد وطلعت ازاي؟ عايز اعرف. والله الحاله دي عندي يمكن دخلت في حوالي اكتر من 20 سنه. اللي هي ايه؟ عندي هزه في جسمي الدماغي الاوريدي ايدي تعتبر هزه عامه يعني. فالحمد لله من كرم ربنا علينا رحنا جامعات كتير وعملنا فحوصات كتير رحنا لدكاتره كتير. تمام. مفيش حد عرف الحاله دي. ربنا اكرمنا بزياره صديق الدكتور محمد ورحنا له الحمد لله عمل الواجب وزياده شويه من ضمن الجلسات يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كان علاجك كله جلسات؟ يومين او ثلاثة. كل الحالة كانت جلسات بس؟ ولا علاج؟ جلسات وعلاج طبيعي. ومن كرم ربنا الحمد لله هو سبب في طبعا ربنا جعله سبب اكيد. انا ما قعدتش القعدة دي بأكثر من أربع سنين. كنتش بتعرف تقعد؟ لا لا لا. كان كل حياتي صعبة صعبة صعبة. احنا بنشكر حضرتك. شكرا شكرا حاج محمد. شكرا. الحاج ناجي مشكلته جامدة جدا. كان عنده حاجة اللي هو بيسموها الشلل الرعاش عالية جدا. ده طبعا لو احنا شفنا الحاج ناجي في الأول في الأول الحركة بتاعته أو أول اللي ما جه كان موضوع كبير جدا. تمام؟ ولكن الحمد لله بنشكر حضرتك دكتور محمد وإن شاء الله بإذن الله لنا لقاءات مع حضرتك أكتر وأكتر لنفيد ونستفيد
من الناس كلها ان شاء الله يعني معاك. احنا كده بنعتبر اصلا